اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده وبرنامج حلم وفكره، والنهارده المرحله الثانيه من مسابقه الاصوات الحسنه في القران الكريم. مشرفنا وبيسعدنا ومنورنا النهارده في الاستوديو الشيخ احمد صقر من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا فضيله الشيخ، نورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده. طيب. عليكم ان شاء الله وبلدنا مصر كده فروقيه وازدهار ان شاء الله باذن الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. تسلم الله يخليك. وبيسعدنا وشرفنا النهارده يكون معانا المتسابقين اسلام محمود، اهلا بيك يا اسلام معانا النهارده. احمد محمود، اهلا بيك يا استاذ احمد. محمد جمال، صح، اهلا بيك، نورتونا وشرفتونا النهارده، ويا رب ان شاء الله كده بالتوفيق يا رب باذن الله. حضرتك لو عايز تقول حاجه في البدايه للمتسابقين قبل ما نبتدي معاهم. يعني انا بتمنى طبعا ربنا ان شاء الله يشرح صدورهم كده ويوفقهم ان شاء الله باذن الله، ولابد نعلمهم الأول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن ويسمع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاتجاهين، فكان يأتي إلى أبي ويقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي يقول له أوقد ذكرني الله إليك؟ يقول نعم. يقول أبو بكر ما رأيت أحدا يبكي من الفرح كبكاء أبي. ويأتي في موضع آخر يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فيقول اقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري، فيقرأ سورة النساء حتى يصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيقول حسبك. يقول عبد الله فنظرت فإذا عين رسول الله تزرفان من الدمع لسماعه القرآن صلى الله عليه وسلم. القرآن أنا يعني أطلب منكم أن أنتوا يعني ما يبقاش في تكلف في القراءة. تمام. يعني كل إنسان يكون على سجيته وعلى طبيعته، هيبقى أدائك ما شاء الله ما دمت أنت يعني متخذ التجويد، وكلكم ما شاء الله من حافظة القرآن الكريم، وكلكم طبعا يعني قرأت لابن الجذري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الله قد أنزل ومنه إلينا قد وصل. فالإنسان طالما يعني يتلو بإتقان وبأحكام التجويد إن شاء الله يكون على طبيعته وعلى سجيته، هيكون في أحسن جمال وفي أحسن صوت إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله طبعا، ما فيش أحسن من البساطة طبعا. بالظبط كده. على طبيعته بإذن الله. طيب نبتدي مع إسلام. نبدأ مع إسلام. تفضل. طيب. يا إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أنت يا شيخ إسلام. ما شاء الله عليك يا إسلام، يعني صوتك جميل جدا ما شاء الله. ما شاء الله. وأدائك عظيم، بس أنا عايز أقول لك يا إسلام على مسألة الوقف والابتداء.
ومسألة إن أنا لم أقف على الحروف، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في همس، فحسه شخص سكت، أنت وقفت عليها ووقفت بالسكون، يبقى لابد أن تحدث الهمس، لازم أن تأتي بالهمس. تاني حاجة، أنت قلت أنما إلهكم على طول بدأت بيها، ما ينفعش، لازم أن تأتي يوحى، يوحى إليه، تبدأ بالفعل، ما ينفعش تبدأ بأنما على طول. لا أنا عايزك إيه، لا ما أنا قلت لك خليك هادي وعلى سجيتك، عشان كده أنا قلت لك خليك هادي وخلي أدائك بسيط، كل ما يكون في البساطة، البساطة في القراءة، لأن الإحساس بيبقى جميل جدا، أنت إحساسك حلو ما شاء الله عليك، وصوتك جميل ونقي وجميل ما شاء الله عليك، يبقى أنت تلتزم بس بالوقف والابتداء، خلي بالك من الأحكام كويس، حاجات بسيطة يعني، هي يعني تخلي بالك منها، لكن ما شاء الله عليك. تحب يقولها تاني ولا خلاص؟ يعني خلي يعني استحضر كده ونسمع كده، من المجال مفتوح يعني، طالما معانا وقت هنعيد تاني ونعيد يعني. نسمع أحمد وبعد كده إيه لو حابب برضه تقول حاجة. العلم يحلو كلما كررته، هنكرر كتير وهنعود كتير، لأن العلم بيحلو بالتكرار. أكيد. بس نسمع برضه من طبعا. زميلك. أحسنت فضيلة الشيخ. الله يفتح عليك يا إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. أحسن. يعني أحمد ما شاء الله عليه، يعني صوتا وأداء وتجويدا ما شاء الله عليك، يعني الله يفتح عليك. ويعني ما شاء الله، يعني أنت حتى المدود بتاعتك ما شاء الله عليك، يعني المدود طبعا لازم نعرف أن في هناك مد متصل ومد منفصل، واللي ماشي بالمد المنفصل أربع حركات أو حركتين بيمشي عليه، لإما حركتين لإما أربعة، واللي ماشي بالمد المتصل ست حركات لازم نديله ست حركات، فلازم نخلي بالنا من الحاجات ديت. احمد ما شاء الله عليه، يعني ربنا يفتح عليك يا احمد. حتى المد العرض للسكون في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المد بتاعه العرض للسكون جميل جدا ما شاء الله. طب نستمع لمحمد كده ان شاء الله. ماشي. محمد جمال، الشيخ محمد جمال. الشيخ محمد جمال بقى عايزين يعني تتحفنا كده بالابتهالات. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذه كان في غزوه الخندق. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالهمة العالية، رغم أنه كان يربط حجر أو حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينشد، كان يناجي ربه ما شاء الله. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قاينا. مين اللي كان بيقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى إلى ربه صلى الله عليه وسلم عشان يحفز الصحابة هم بيحفروا الخندق عشان ملاقاة الأعداء. فأنا عايزينك كده تحفنا كده يعني، ومتعنا كده يا شيخ محمد. يلا كده ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح عليك يا شيخ محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرث الهدى بستانا رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان ذرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى سيدي يا صلى الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه وكيف يخزيه الكريم وكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإن
هي نور قبرك عندما تأتي. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. احنا لسه معانا وقت طبعا. احسنت. اتفضل اتفضل. الشيخ محمد جمال يعني بيحسسنا ان بلدنا مصر دي ولاده طبعا، ما شاء يعني الله. هو واخد مدرسه الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع. تمام. انت من ابناء محافظه الشرقيه؟ لا، من الجيزه. من الجيزه ما شاء الله. شو يعني الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع واخد منهج الشيخ عبد التواب البساتيني رحمه الله عليه. والشيخ محمد جمال واخد منهج الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع في ادائه وفي نمقه حتى القرار والجواب بتاعه. ما شاء الله. يعني انا انصحك يا محمد ان انت كمان تتقدم للاذاعه في مدرسه المبتهلين وقراء القران الكريم في مبنى مزبيرو، تروح تقدم هناك ان شاء الله. هم بيتبنوا كمان المواهب كمان. لازم يعني البرنامج هنا يعني نواه وبدايه طيبه ليكم اهو الحمد لله. ودي يعني حاجه بتدل ان مصر يعني ولاده. القران نزل بمكه، كتب بالشام، قرأ في اهل مصر. اعظم قراء القران الكريم كانوا من عندنا هنا من مصر. يعني الشيخ مصطفى اسماعيل، لما نقول مهندس القراءه، لما نقول الشيخ المنشاوي، الصوت البكاء، لما نقول الصوت القوي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لما نقول الاداء والاحكام الشيخ الحصري. وما شاء الله عليكم انتوا بتواصلوا المسيرة بعد هؤلاء المدارس وهذه المدارس كلها، انتوا بتأتوا بالمسيرة. فما شاء الله عليكم، ربنا يفتح عليكم جميعا. يا رب ان شاء الله. ودي حاجة طيبة، تبقى بداية برضو، بداية طيبة ان شاء الله بإذن الله. كويس ان القناة يعني القناة ديت ربنا يجعلها فتح وخير وتنوير وبركة إن شاء الله. يعني ويجعلها نافعة ان شاء الله بإذن الله للعالم اجمع بإذن الله عز وجل. ممكن نسمع منها احنا يا فضيلتي عايزين ندي اسلام بقى. لا معلش، فرصة. لا ده هنديله طيب. حقه وزياده شويه اكيد. طيب تمام، براحتك يا اسلام كده. وخلي بالك من اللي انا قلت لك عليه بقى. ماشي زي ما تحب، ما فيش مشكله. انت براحتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا اسلام. شفت بقى عدم التكلف، التزم بقى يعني عدم التكلف والبساطة بتخليك حتى إحساسك بيبقى جميل ما شاء الله. لأن بص القراءة، أنت قلت آية أنت ختمت بآية جميلة جدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان لما يكون بيأتي بعمل، بيقرأ قرآن أو يأتي بأي عمل أو يكون رايح عمله أو يكون في أي حاجة، لازم يكون عنده إخلاص النية لمين؟ لله تبارك وتعالى. إذا أخلصت النية لله تبارك وتعالى ربنا هيفتح عليك وهيشرح صدرك. لأن مين اللي بيشرح الصدور؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فاحنا كل ما تكون انت كده يعني
بتقرا كده ابتغاء مرضات الله عز وجل، وبتقرا كده من قلبك وباحساسك وعلى طبيعتك وعلى سجيتك دون تكلف. مش لازم، لا يعني لما اقول ان الذي واتك قوي، طب هي الغنه حركتين اديها الحركتين بتوعها، يعني هم حركتين تاخد الحركتين. ان الذين بالراحه خالص، معظم قراء الحرم بيقراوا قراءه بسيطه خالص وسلسه، والناس بتحب تسمعهم لقراءه سلسه وبسيطه وكل واحد على سجده. لكن ما شاء الله عليك انت، ما شاء الله يعني حصل عندك انضباط وبقت ويس. حاجه عظيمه جدا وجميله جدا جدا، نفذ النصايح يعني. اه لا كده تمام ما شاء الله عليك يا اسلام، ما شاء الله عليك، مفيش مشكله، ما شاء الله عليك انسان يتعلم. نسمع منك حاجه تانية يا ابو احمد؟ طيب واحنا قدامنا بس دقيقتين، قدامنا دقيقتين. اه طيب احنا يعني حضرتك طيب عايز بس توجه، لو حضرتك عايز توجه لهم حاجه فضيله الشيخ، اي كلمه اي نصيحه. هم ما شاء الله احنا انا سالتهم طبعا قبل الحلقه، قالوا ان هم من حافظه القران الكريم ما شاء الله، وطبعا يعني حافظه القران الكريم يعني ده شرف ليس بعده شرف، دي اعلى رساله في الوجود، مفيش اعلى من اي دكتوراه واعلى من اي شهاده ان انت تكون تحمل في صدرك كلام ربنا سبحانه وتعالى، لان ده الكتاب الوحيد الذي سيبقى حتى يدخل معنا الجنه ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله الدنيا كلها تفنى الا القران الكريم. الامام الشاطبي كان بيقول كلام جميل جدا جدا جدا، بيقول ايه اللي ربنا يكرمه منكم يعني ان شاء الله باذن الله ويلتحق بمعهد القراءات، هدرس الشاطبيه وهدرس طيبه النشر في القراءات العشر، هياخد في العاليه هياخد في العاليه، هياخد الشاطبيه وهياخد ان شاء الله في التخصص طيبه النشر في القراءات العشر، وهياخد اول سنتين تجويد متن الجزريه ان شاء الله عز وجل اللي هو تحفه الاطفال. بيقول وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. كل ما تكرر في القرآن تزداد جمال، وأفضل حديث تقعد تكرر فيه وتحس فيه بحلو. يوم القيامة بقى يعني ربنا بيكرم أهل القرآن بكرامة عظيمة جدا، بيقول له هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. طب لك يا أستاذة يعني والدك ووالدتك لابسين حلة من الجنة الياقوتة فيها خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان الوالد والوالدة هذا حالهما فكيف حالك أنت؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. حط حياتك وكرس حياتك، دي نصيحة الإمام الشاطبي لينا للقرآن الكريم، أن أنت تتحلى بالقرآن وتقرأ القرآن وتتعلم أحكام القرآن وتزداد، ولا تهجر القرآن حتى لا يقال لك يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبلاش إحنا يعني ربنا اصطفانا وجعلنا من أهل القرآن، ودي نعمة عظيمة جدا، لأني أكرم ناس الرجل يعني مدح في أهل القرآن ما شاء الله، وقال أكرم بقوم أكرموا القرآن، الرسول نفسه كان خلقه القرآن كان، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إحنا لو عدنا نتكلم في فضل القرآن الكريم سيدنا أسيد بن الحضير، يعني نختم بهذا الكلام، لأن الجلسة ديت كجلسة سيدنا أسيد بن الحضير. سيدنا أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف في ليلة، وبعدين الفرس تجول حتى كادت أن تصيب ولده، فسكت فسكتت الفرس، فعاود القراءة فجالت الفرس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ويقول يا رسول الله كنت أقرأ البارحة سورة الكهف وكانت الفرس تجول وتجول وتجول، فأسكت فتسكت الفرس، فقال اقرأ أسيد وأنا أقول لكم كما قال رسول الله، اقرأوا يا شباب، فإنها الملائكة، الملائكة الآن معنا في الاستوديو، نزلت تستمع لكلام الله، ولو ظللنا وأخلصنا النية لله تبارك وتعالى لأصبح الناس يرونها رأي العين. ربنا يكرمكم بكرامة القرآن إن شاء الله، يجعلنا من أهل القرآن وأولادنا وزرياتنا جميعا يا رب بإذن الله. إحنا خلاص كده تمام، إحنا هنختم بقى دلوقتي الفقر، للأسف وقتنا خلص. فضلت الشيخ نورتنا النهاردة وشرفتنا بجد، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك واستفدنا من حضرتك كتير، وبنشكر المتسابقين معنا إسلام محمود، أحمد محمود، محمد جمال، شرفتونا ونورتونا النهارده، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. في ان شاء الله هيبقى هتنزل الحلقه على صفحه البرنامج، وهيكون في تصويت للجمهور على الصفحه، هي هتظهر دلوقتي على الشاشه صفحه البرنامج، ويا رب ان شاء الله كده بالتوفيق لكل المتسابقين باذن الله. ربنا يكرمكم بكرامه، شرفتونا ونورتونا. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه الفقره، ان شاء الله الحلقه هتنزل على صفحه البرنامج، يا ريت ان شاء الله منتظرين تصويتكم.
لكل المتسابقين، ويا رب إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. انتظرونا بعد الفاصل ومع فقرة تانية مع المهندس سيد صلاح صاحب شركة ديكور المصري.